بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد، تنضم إلى سخر الشمس والقمر، تنضم إلى يدبر الأمر ويفصل الآيات، تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الأرض قطع متجاورات، والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها، تلك هي الأرض. لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها، إذن فهي أوضح من أن تعرف الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات، قلنا إن كلمة قطعة تدل أول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء، وما دام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية، وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع، وإلا ما صارت قطعة. يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء، ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي. وإحنا بنشوف الحاجات دي، الذبيحة واحدة وبعد ذلك تذهب للجزار، حتة بقت قطعة، اديني حتة من القص بقت قطعة، حتة من الكتف، حتة من الفخذ، حتة بقت قطعة. إذن فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع. والأرض قطع متجاورات، قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات. وإيه القطع؟ قال لك هي مجموعة أرض، إنما تلتفت تلاقي قطعة تختلف عن قطعة. الله، إزاي؟ أم قال لك تلتفت تلاقي دي سابخة ما تنبتش، ودي خصبة تنبت، ودي رخوة ودي صلبة، ودي سوداء حرة فيها حجر أسود، ودي رمل أصفر، ودي تربة حمراء، ودي تربة سمراء، ودي تربة طينة سوداء. أيوة، هي متجاورة. طب ودي تدينا إيه يعني؟ كلمة متجاورات أي في مكان قريب من بعض، علشان ينفي ما يمكن أن يقال بعد ذلك من مين؟ من الملاحدة. يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة بالمش عارف إيه، نقول له طيب قل لي بقى على الحكاية دي، الطبيعة ما مجموعها والبيئة ما مجموعها؟ الطبيعة اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حرارة وإشعاع، والقمر برضو بيدي، والنجوم، وبعدين يجي الهواء، الله، كل دي بتدي بتأثر. طب هي القطع متجاورات، لو أن التأثير للبيئة اشمعنى عملت الحتة ده سابخة ودي خصبة والتأثير واحد؟ الشمس بتطلع على دي وعلى دي، والهواء بيمر على دي وبيمر على دي، كل حاجة مشتركة ويا بعض. إذن كلمة متجاورات تدل على إيه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال، ولا دي في الخط الاستوي ولا في المنطقة المعتدلة، لا، أي متجاورة. ومع ذلك اختلفت طبيعتها، والمؤثر البيئي واحد، شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة. الله، ايه تبقى دي لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده، هي كده، كنش لازم يكون فاعل مختار. ادي معنى كلمة متجاورات. وفي الارض قطع متجاورات، ادي العبرة. وجنات،
من أعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده أننا نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القوت الضروري. يا سلام، أكنك أنت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي ما عامل لك مائدة جايب لك التفاح والمش عارف إيه المتر الأول، وبعدين يبقى يجيب الأكل الثاني. يعني قال يعني المسألة بلغت أننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري. بالضروري. وزرع ونخيل، النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده. ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل، يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك، يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني إيه؟ مثلان يعني إيه؟ أما قال لك إحنا بنشوف نرى إن في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي، تشوف أصل واحد طالع منه نخلتين وطالع منه ثلاث نخلات وطالع منه كشة نخل كده أربع إيه نخلات. أهي النخل اللي أصلها واحد ومتفرع إلى نخلتين دي اسمها إيه؟ الصنو. واحدة منهم وياها التانية، وإن كانت واحدة وياها ثلاثة هيبقى صنوان، تنفع مثنى وتنفع جمع، يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان، يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعدده. بس الفرق ايه؟ ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى، رايت يعني اسمرت اسمر صنواني نخلتين، ورايت صنوين زي رجل رجلان ورجلين. انما لما يكون جمع يقول ايه؟ اسمرت اسمر صنوان ورايت صنوانا ومررت بصنوان، تبقى دي في التثنية ودي في الايه؟ في الجمع. يبقى الصنو والمثل، فان تثنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء، وان كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان صنوان، لو كانت مثنى كان يقول صنواني، انما صنوان وغير ايه؟ وغير صنوان، لو كانت الثانية كان وغير صنوين، انما غير صنوين يبقى فيه ايه؟ مفرد وفيه ايه؟ مثنى وفيه ايه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده خاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زوب فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في ال، وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله، دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده، الجزير بتاعه بياخد ايه؟ شيء ويسيب والتاني يسيب. ويسقى بماء ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل. تقوم تجد عجيبه، طيب اذا كان اذا اختلفت الانواع، معقول قرن شطه مثلا وتوته وموزه يبقى اختلفت الانواع، يمكن الخاصية اللي موجودة في البذرة بتاخد دي وبتاخد دي وبتاخد دي. أما قال لك لا، ده الأعجب من كده إن الشيء يبقى واحد. بالله عمرك ما جبت كده كيلو عنب وحطيته قدامك وقعدت تاكل، فلما جيت تاكل قعدت تنقي تاكل دي الأول؟ لا، ده دليل على إنها مش كده. ده دليل بالله ما مرتش كده، جيت كلت واحدة كده ولقيتها مش تمام، رميتها ما لقيتش واحدة قد كده وواحدة قد كده، ما لقيتش واحده لسه ما استوتش ولسه عجري كده ورحت ناطرها. الله، تبدا قطو واحد. انا ما بجيبش شجره وشجره، ثمره وثمره، لا، في الثمره الايه؟ الواحد. تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من السباطه من النخل، وبعدين تقعد تاكل تنقي. لو كانت متساويه ما نقيتش، ما تنقيش. انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى، ولما تحب تدخن بتنقي الادنى. يعني عايز تدخل تقول كل النقاطه دي الاول كده، عايزين نعندي. انت معاك فلوس ورايح تشتري، اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع ومعه معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضه لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصه ويسيب الحلو، فاللي بياخده ياخد الايه؟
واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه رب اذا لامسكتم خشيه الانفاق. اذا مش في الثمره الواحده بتختلف، لا، الثمار بتختلف باختلاف اشكال. تجد عجائب، تجد ثمره تؤكل كل التين ناكلها كده كلها، الله، والخوخه والمشمش ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، والبطيخه ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره، الله. مساله ملهاش نظام، مساله ملهاش نظام، دي هندسه. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي وما يجيش قد بعضه، ما يجيش زي بعض، انما ميكانيكي يجي زي بعض لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده القلل كلها تيجي شويه كده وقلها شويه كده وقلها شويه كده بايده، يعملها بايده يدوي. فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضله بعضها على بعض في الاكل هيبقى لنا فيها كلام، انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تلتفت تلاقي القطف العنب الواحد، وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه، وفي عنبه مش عارف ما استوتش، وفي عنبه صغيره، وفي عنب لسه مش عارف حجم، وبعدين تسيب بتنقي انت. ما دام بتنقي يبقى نفضله بعضها على بعض في الاكل، اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد، مش الشيء. طيب كلمه نفضله بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه؟ بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمه نفضل بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه، يبقى كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول عليه. بتاكل تقعد كده على السفره وتجيب الديك الرومي وتقعد، وبعدين تاكل الديك الرومي، وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترشي. الله، اهو الترشي ساعه ما نفسك طلبته افضل من الرومي. تاخد مثلا حاجه حلوه، تاكل حاجه حلوه، وبعدين حاجه عايز حراقه، اهي الحراقه دي ساعه ما عسانتي بقت افضل من المين؟ لو جبناها لك تقول له ده شويه ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر، وكذلك الناس. اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه، ده فاضل في الناحيه بتاعته، الباشا اللي راكب العربيه اللي مش عارف ايه والوجيهه وما عارف ايه، وبعدين حصل لها بنشره يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجله وينزل تحت البتاع، يجي راجل ببدله مزيته، اهو ابو بدله مزيته ده هو الفاضل عنك دلوقتي. الله، اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مره كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفة اللي هو فاضل عني فيه؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا بعتر اسباب الفضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحية وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحية وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه ينفضلوا بعضها. اوعى تقول ده هو فضل المانجي عن الجميز، اوعى تقول انه فضل المانجا عن الـ عن الـ عن الـ عن التين، لا، دي في ناحيه ودي في ايه ناحيه. ولذلك انت مره يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاحه، وبعدين تسيبها وتاخد جوافه، تاخد بعدين تاخد بلحه، الله، يبقى هو ساعه ما طلبت انت البلحه كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه؟ هي الايه؟ هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجه يقوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. لذلك تلون الاطعمه تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي، واحد مقبل على دي، واحد مقبل على دي، واحد مقبل يحب الورك، واحد بيحب الايه؟ السدر، واحد بيحب الله، واحد بيحب الحمام، واحد بيحبش كلها مساله صعبه قوي. يمسك السمك مثلا ده يحب البطن وده يحب الضهر وده يقرقض الراس وده يقول لك الراس ايه بتاكل. الله، مساله ما حدش عارف. اهو ساعه حاجتي للشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه؟ على كذلك الايه؟
كذلك الخلق. فلو أن الإنسان قعد يتأمل في هذه المسائل يوم يجد عجائب في الكون واسعة. مثلا كنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله؟ هذا كلام الله، كيف تكفرون بالله. طب بالله لما يسأل كيف تكفرون بالله، لما تقول له كيف بنيت هذا البيت، مش أكنك بتتعجب؟ طب التعجب من شيء خفي سببه، وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه. لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب، نقول ده بينكر هذه العملية، بينكر. تقول له كيف تسب أباك، كيف تهين أمك، انت بتتعجب عشان بتنكر العملية، يعني ما كانش يصح ولا يتأتى. كذلك الله بيقول كيف تكفرون بالله، الكفر ده كان يجب من العقل ما يتأتاش، لأنه كنتوا شايفين أشياء عجيبة. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني، الشيخ أحمد الطويل يحدثني عن شيخه سيدي إبراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا، هم بيقروا في كيف تكفرون بالله. الخطاب، قال الخطاب عام لكل كافر، مش كده؟ الخطاب عام لكل كافر، يبقى أكنه قال لكل كافر على هذا: كيف تكفر بالله، وانت كيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، بيجيب القضية العامة: وكنتم أمواتا فأحياكم، دين العموم. إنما هو يسأله حينما يأتي له شيء يروقه ويعجبه وينبسط به كده. يقول لك إن بقى حدثهم إن فيه واحد كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه، وبعدين انصبت عليه الهداية مرة واحدة كده، فشافوه مقبل على الله وحاجة، قاموا عادوا يسألوه. قال: والله إنني كنت أجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب، فقطعت العنقود وأمسكته بيدي وصرت أتأمل فيه، فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشرة يشف عما تحته من العنب، المية العنب، ومبين الحبايه كمان. شوف الشفافيه بلغت ايه. وبعدين خدت حبايه قلتيه، قامت الميه بقت ميه في بقي وزربتها بقت ميه. الله. فبقول قعدت اتعجب، طب ايه اللي جمد الميه دي؟ حتى في بقونا عز الحر، لا تلاجه ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع، ميه مجمده كده. الله. وقعد كلها كده، انبسط من الحكايه. وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حتة المسك كده وبتاع، اتعجب وقعد يمسك العنقود ويفكر فيه. فلما سر من العنقود قال: سمعت هاتفا يهتف، كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت لحاجه واحده، الحاجه اللي عجبته، اهو كل واحد منا في شيء يعجبه. لما اكل الرومي كده يقول لك: كيف تكفر بي وانا خالق الرومي، بياكل مهلبية وينبسط منها: كيف تكفر بي وانا خالق المهلبية. يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله. خلاص، يقول لك كيف، يبقى كيف تكفرون بالله، كل واحد نسأله ساعة ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه: كيف تكفر بالله يا اللي لزقك الثوب ده ولزقك خياط يخيط لك ولزق جهاز اي حاجة، تقول له: كيف تكفر بالله وهو خالق كذا، كيف تكفر. تلاقي كل واحد مخاطب بهذا، كافر مخاطب بهذه العباره، لا، لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه. امسكه عند الحته اللي عجبته دي، قول له: والله انت عملتيه، كيف تكفر بالله الذي خلق هذا. قال: لو ساعد ما سمعت كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت وقال: انا يا رب ان اؤمن بك، وامن وصار في الحاله اللي ايه، هذه معنى كيف تكفرون ايه بالله. يبقى ونفضل بعضها على بعض في الاكل، كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه، كل شيء فاضل في وقت، الترش يبقى فاضل في وقت طلبه، مش كده؟ القرن الشطه الحامي يبقى فاضل في وقت ايه، يبقى في وقت ايه طلبه. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي بعض فاضل وأي بعض مفضول. كل شيء فاضل مرة ومفضول عليه مرة، يبقى فاضل إمتى؟ وقت حاجتك إليه، ومفضول وقت غير الحاجة. إيه؟ كذلك الناس.
ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن. فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل، فأتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقوله إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني ما يعد للأكل، ما دام دائم يبقى بتاع بكرة وبتاع النهاردة وبتاع مش عارف إيه، مش الأكل اللي بيؤكل الآن، لا، وما يعد، وما يعد للأكل. فآتت إيه؟ أكلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن في ذلك لآيات، صحيح في آيات، أهدي إحنا وقلنا بعض الآيات، ما طالش بنا الوقت عشان نقعد نكر كل الإيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. العقل إحنا فاهمين إن هو الناس فاهمة إن العقل ده جاء عشان يرمح الإنسان، يرمح في الأشياء، ده العقل جاء ليعقلك أن ترمح في الأشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حرية، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد، يقول لك اوعى يستهويك الامر فلان لان عاقبته كذا. يبقى اعقل بقى، اعقله زي من عقلة الايه؟ عقلة البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع منها الايه؟ المطلوب، ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال إدراكي، ويبحث في الاستقبال الإدراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس، نقول له هو كويس صحيح دلوقتي، إنما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر. زي الأدوية اللي يدوها تشفي بعض الأمراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الأدوية دي، ليه؟ لأن طلعت لها آثار إيه جانبية. يبقى ما عرفوش العقل، وما تدبروش الإيه؟ ما تدبروش الأمر، قفوا ما ليس لهم به إيه؟ ما ليس لهم به علم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد، لمن يعقل، قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه؟ ما اخدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد رأي ده واخد رأي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوك مره بالتجربه تقول له انا عملت التجربه دي ونفعتش، بلاش ده حصل كده وكده 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 وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه؟ عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه؟ لا يتاتى منها ضرر فيما بعد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع بقاء مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس التعجب، إحنا قلنا له صيغتين، ما أحسن السماء، كأنك بتتعجب تقول شيء عظيم حسن السماء، إنما أنت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن، لأن اللي حسنها مين؟ إنما هذا الكافر قاعد كده قال يا ما أحسن السماء، إيه اللون الجميل ده؟ وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل؟ ويفرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق، يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه، ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه. لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه؟ كنت عرفت الايه؟ السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ ام قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول إنه كان قبل أن يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الأمين، وبعد ما جه برسالة من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبة؟
طب ده كان هو صادق أمين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفة وقد مد من أعلى منه؟ كان الأصول أنه إيه؟ يبقى صادق يبقى أصدق، يبقى أمين يبقى آمن، إنما أنتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم أنت ويكذب على الله؟ ده كلام، ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب، يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الأدلة. الأدلة بتبقى واضحة عند المؤمن ليه؟ لحاجتين اتنين، لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما ابحث في حاجة، هو قال كده هو خلاص. وبعد ذلك برضو رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا أدلة. قال الله طب ممكنين البعث ليه؟ هل عجزتوا عن الخلق الأول حتى أعجزوا عن البعث؟ ده الخلق الأول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين، يبقى أدل إيه؟ أدل غباء. فلسفة لما جم بقى عايزين يشككوا الناس بالبعث، كل واحد يصرف على نفسه ولا يقدرش يضبطه بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مساله البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق كانت تبقى شرط سودا. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ايه شيء، ما تصدقش الكلام ده، لان لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده يوم يقعدوا ايه يضخموا في المساله، لا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لانه لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالايه؟ بالشهوات. فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه؟ متى؟ يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموتوا بقى التراب، شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه؟ اذا ضللنا في الارض ايه؟ هيقدر يجيب دي ويغيب؟ لا. يقول لك ايه؟ الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله، طيب يا اخويا ده المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، والعنصر ده راح هنا والعنصر ده راح في تفاحه وده راح في توته وده راح في كسايه. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعال، اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده اللي كانت فين؟ كانت في الإنسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجرة وتكونت من الشجرة تفاحة، وعيل كلت تفاحة، هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاحة اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كلت تفاحة تبقى نقصت من ده، وانبعثناها من ده تبقى ناقصه من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه، مرض انسان وكان وزنه مثقاله والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يهزم اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض. بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقى كويس قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو، وبقى 30. هل ال 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي ال 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجاري ما عملش حاجه. الله، اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشعر اللي هو كذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده في الاخر. وربنا قال اوعوا تفتكروا ان انا جاهل العناصر ولا جدول مندليف ولا بتاع، لا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس علم،
بل الكتاب ده ذرته كذا وده ذرته. احنا بنختلف ازاي؟ ما هو كلنا من عناصر 16، انما مشخصاتنا بتختلف ليه؟ مش من العناصر ازاي، ده ما فيش فيه عنصر ذات، انما من نسبة العناصر بالنسبة لبعضها. فاذا احكمنا نسبة العناصر يطلع هو. هل لما انت قابلته بعد ما طاب كده وبقى بصحته واسترد 30 كيلو قلت له لا ده مش انت، ده فيك 30% مش انت؟ لا ما حصلش. قال لك ان تعجب يا محمد فلك حق ان تعجب، لانهم ازاي يقولوا كذا وينكروا البعث؟ انكار البعث دي لما تيجي تنصب الادله في، قول لي بالله لما يكون في تكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، طب اللي بيخالف التكليف دي يبقى شاذ عن المنهج ولا مش شاذ؟ بيفسد ولا مش بيفسد؟ بقى سيبه كده يفسد في الكون وبعدين نموت كده وخلاص وطلع بالفساد بتاعه ولا وكده وخلاص؟ مش ممكن يا اخي، ده لازم في حته تانيه يجازف. ان ما كانش في حته تانيه ده يبقى المشرف على نفسه هو اللي نفع، هو اللي نفع يا اخي، انتفع بكل شهواته ولا زلش نفسه المنهج ولا عمل اي حاجه ولا حرص نفسه، يبقى مين اللي نفع؟ يبقى اللي اسرف على نفسه. يبقى اذا قضيه البحث دي قضيه ايه؟ ولذلك لما 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 سمع الرجل في الشام لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فمات ظلوم بالشام وما شافوش عليه ايه؟ ما شافوش عليه يعني انتقام ولا حاجه، فضل زي ما هو. الاسلوب هم فهموا ان الذل ان يروح ماله، ما يمكن الذل ان ربنا مسلط عليه خواطر غيرته، ربنا سلط عليه مثلا شاف خيانه على مراته، شاف مش عارف ايه على يعيش يعني في ايه؟ ما انت بس حكمت على الظلم بس كده انه ما بيبقاش عنده فلوس؟ لا يا اخوانا كتير قوي. قال لن يموت ظالم حتى ينتقم الله، يعني انتقام ايه؟ مرئي. فلما مات قال لا لا مساله مش كده، والله ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، والا بقى الظالم ده اللي قاعد ياخد دم الناس ده هينتقم كده؟ مش معقول. يبقى اذا بعمليه عقليه، عمليه عقليه ان لازم يوجد فيه ايه؟ ان لازم يوجد فيه جزاء، ما دام في امر وفي نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. وان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق ان تعجب، لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم اما في امر لا يشك فيه احد او في امر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في امر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تاكده تقول له والله محمد زارني امس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا، ده محمد مسافر، تقول له والله ان محمدا زارني بالامس. إذن بتأكد له لما يكون في عنده إيه؟ إنكار. إذن أنت لا تؤكد شيئا إلا إذا كان مخاطبك إيه؟ إنما تيجي من الباب للطاق كده وتقول له والله العظيم إن محمد زارني بالأمس، مش منطق. أنت الأول تقول له زارني فين؟ أنا جالك تبقى تأكد له. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بإيه؟ بالتأكيد. وشيء ما ينكروه شيء وربنا يخاطبه ايه؟ ازاي؟ طب المدي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضه الناس يعني ايه؟ مبعداه كده مش. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضية الموت وقضية البعث يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تأكيد ولا مش تأكيد؟ كيف يؤكد الله امر الكل مجمع على انه مش ده واقع؟ ام قال لك لان غفلتهم عنه كأنهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم انكم يوم القيامة تبعثون. الله، دي قال لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لان قيام الدليل على البعث مش عايز تاكيد. ليه؟ لان التاكيد اعطاء شبهه للمنكر في انكاره، وعدم التاكيد اكد من التاكيد في هذا الظرف. ازاي؟ كانه بيقول الامر ما يحتاجش لتاكيد، الامر واضح قوي قوي قوي، بس انت غفلان عن الايه؟ الادله. حب ان انسانا ذهب الى طبيب
وقال له انا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كاتب له دواء. يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه. طب اذا قال له يا شيخ روح عني، الله ما انا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء اصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش. كان كتابه الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له يا اخي ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تاكيد، يقول لهم مالكوش حق تنكرهم، ولذلك انا مش حقيقة. مش هاكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متاكدين منه وغفلانين عنه ناكده ده، لان الغفله متربسه عليكم خالص. اذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجه والتين والزيتون مش كده، والقران ويقسم بالقران الحكيم الله، ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجه تقول لا اقسم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب انه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الانسان، ده انت بتقول لا اقسم، ازاي تقول لا اقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك اه، لانه بيقول لا اقسم فكانكم مالكوش حق في الانكار، ولذلك ما كان يصح ان اقسم لكم، ولو كنت مقسما لاقسمت بكذا وبكذا 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 انكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي انت؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس، ده هو أهون عليه، هو ايه أهون عليه. أولئك الذين يتعجب منهم، في التعجب الثالث تعجب لتسمية لتكذيبه بعد أن كان صادقا أمينا، ولأنهم ينكرون البعث مع قيام الإيه الدليل عليه. إن تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل، إنما الرب مدلوله عطائي، بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال للأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان أو عاصيا. الكافر اللي بيزرع الأرض بقوانينها بينجح مش كده ولا لا؟ كل شيء بأسباب، يبقى عطاء من ده؟ عطاء ربوبية، عطاء ربوبية. إنما عطاء الألوهية، الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في لا، يبقى مطلوب الالوهيه تكليف ومعطى الربوبيه تشريف كل واحد. اولئك الذين يعني بس يستذوقهم، واني كلفتهم الاول، داني تفضلت عليهم الاول، ولا كلفتش حد منهم الا ما بعد بقى سنه ما بقى ايه 15 سنه وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألت عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ استمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزاء. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الايد دي وطرف في الايد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة. يتربط في الرقبة دي إذلال، تظلت أعناقه، وللإيدين لشل الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ أولئك الأغلال إيه يسحب؟ وأولئك الأغلال في إيه أعناقه؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم، أدل الجزاء. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة صاحب أصحاب النار، كلمة صاحب دي مش تطلق بس على المعرفة، المعرفة التي تروق كيانك وذاتك، بقى صاحب في واحد ما مالكش بيه صلة، في واحد يا دوب تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصدقه، وواحد تأخيه، يعني مراتب كده. أولئك أصحاب النار. أم قال لك ده الصاحب
فيه ألفة وتجاذب بين اثنين. أم قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار؟ النار بت إيه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد إيه. يبقى أصحاب معناها إيه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول، هاتهم. الله، يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه. الشيء ده زمنه ياخد ساعة، انت بتتعجل الراجل المكواجي يقولك الجلابية في 5 دقائق. يبقى التعجل معناه ايه؟ تقصير الزمن عن الغاية. الزمن مشيئك ذهابك للغاية هاي الزمن، انت تتعجلها يعني ايه؟ تاخدها قبل ايه؟ قبل زمنها. إذن كل حاجة لها إيه؟ لها ميلاد. أنت هتاخدها قبل ما إيه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. هو ده دليل على خلط موازين تفكيره. ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ما يلا كده تخلي السماء. يبقى بيستعجلوا بايه؟ بالسيئه. طب بدل ما يقولوا يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقولوا اهدينا ولا حاجه، انزل علينا حجاره. الله، بتستعجلوا ايه؟ ده كل عذاب له ايه؟ له مده وله شيء موقوت، فما تستعجلوش. ان كان منطق العقل ان كنتم تستعجلوا الحسن، تستعجلوا الحسن. الحسنه زي ايه؟ ام قال لك بدل ما كنت تقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، تقولوا اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئة ولم تستعجل الحسن؟ ده علشان يدلك على أن المقياس مش سليم، فإذا انتهت مقاييسهم إلى الكفر فاعلم أن دي فساد مقاييس، بدليل أنهم بيستعجلوا بالإيه؟ بالسيئة، ولا بيستعجلوش الإيه؟ ولا بيستعجلوش الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وكان المفروض في العاقل حين يخير بين أمرين أن يستعجل الحسنة لأنها تنفع ويستبعد السيئة، إذا المقاييس مختلة. فما دام المقاييس مختلة فيما يختص بذاتهم، يبقى إن كفروا تبقى نتيجة للمقاييس الإيه؟ نتيجة للمقاييس المختلة. إذا كان الأمر اللي يتعلق بهم مقاييس مختلة فيه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا نقول احذروا ان يصيبكم عذاب، احذروا كده، هذا في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثلة، وفيه لغة مثلة. ليه مسمينها مثلات؟ لان حين يأخذ الله قوما بذنبهم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئة. يبقى مثلات من الإيه؟ من المثل. تبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للإيه؟ للطريق. ولمن انتصره من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم، إما بالإرادة إن كان بقى ما يقص من إيمانهم، وإما بالقهر والنصر عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المغفرة للناس، طب يعني ما عجلش لهم بتاع؟ قال لك يمكن يطلع منهم ايه غير صالح. وقد كان مش صبر على ابو جهل، اهو طلع منه عكرمة ابن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟
صبروا على خالد وكانوا يقولوا في نفس ساعة الخالد دي يا أخي يا ما تبقاش كده ما تتعجلش لأن ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.